السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نور شانيل للوصفات. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة رائعة جدا في تبييض المناطق السوداء، خصوصا الإبط والمهبل. إذا اتبعتي سيدتي هذه الوصفة وداومت عليها، فأؤكد لك أنك سوف تنعمين بعد فترة قصيرة جدا بإبطين بيضاء وناعمة، وأيضا مهبل أبيض ومن غير سواد. إذن لن أطول عليكم في الكلام، فقط أريد منكم الاشتراك في القناة وأيضا أكبر عدد من اللايكات للمزيد من الدعم. حسنا، سوف نحتاج أول شيء في هذه الوصفة إلى الشب، يكون شكله هكذا مثل حجر الملح، قمت بطحنه حتى أصبح ناعما بهذا الشكل. وثاني مكون وهو النشا المعروف في التبييض، وثالث مكون وهو بيكربونات الصودا أيضا، فهي رائعة جدا وتعمل على تقشير الخلايا الميتة. ورابع مكون هو الأساسي وهو نصف ليمونة أو نصف برتقالة، أنا هنا لدي نصف برتقالة. هذه الوصفة ليست فقط للتبييض، بل هي أيضا تحارب الرائحة الكريهة، العرق وما إلى ذلك. إذن الطريقة سهلة جدا، سوف أقوم بخلط كمية لا بأس بها أحتاجها، يعني أريد سوف أحتاج إلى ملعقة صغيرة من الشب، وسوف أحتاج إلى ملعقة صغيرة من النشا، وسوف أضيف ملعقة أيضا ليست بمملوءة من بيكربونات الصوديوم. سوف أقوم بخلط الكمية بهذا الشكل، يمكن الاحتفاظ بها في أي علبة زجاجية. سوف أخذ الآن نصف البرتقالة، أقوم بغمسها في الخليط بهذا الشكل، وسوف أقوم بفرك المنطقة، يعني بعمل بحركات دائرية للمنطقة، يعني تحت الإبطين، الركاب، المهبل، يعني مناطق السوداء في الجسم. سوف أقوم بعمل حركات دائرية ثم أتركها لمدة ما بين 15 و20 دقيقة في تلك المكان، ثم غسله بالماء الفاتر وأيضا الدهن أو ترطيب وترطيب المنطقة بأي مرطب، يعني أي مرطب يناسب بشرتك. أنا أفضل الجليسولايد أو أيضا زيت الجزر، زيت الجزر رائع جدا في ترطيب وفي تخلص من السواد. إذا فكان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا لايك لهذا الفيديو للمزيد من الدعم وأيضا الاشتراك في القناة، وانتظروا فيديوهاتي. إلى اللقاء.